بأولويات جديدة، الوزير الأول عبد العزيز جراد يعلن عن إلغاء الجباية التي طبقتها حكومة سلفه نور الدين بدوي على بعض المهن الحرة والعاملين بالجنوب. جراد الذي عرض مخطط حكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني كشف عن صياغة قانون مالية تكميلي لتصحيح الاختلالات الواردة في قانون المالية 2020. طرحت على السيد رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما إلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأجور العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة والتي كان الغرض منها إثارة البلبلة. لقد عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة تسيير كارثي للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعمليات هدم ممنهج لمؤسساتها والاقتصادية بهدف الاستيلاء على خيراتها. تحسين القدرة الاجتماعية للفئة الهشة وتدعيمها ومحاربة المضاربين إجراءات تعتزم حكومة جراد تطبيقها للحد من التلاعب بأسعار بعض المواد المدعمة. تلتزم الحكومة بعدم زيادة أسعار الموارد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، وهي عازمة على محاربة كل مظاهر المضاربة والغش والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين بكل وسائل الردع القانونية للحد من هذه الظاهرة. مخطط عمل الحكومة الذي رافع عنه الوزير الأول تحت قبة المجلس الشعبي الوطني يرتكز على عقد اجتماعي جديد يرمي لتغيير نظام الحوكمة وإضفاء الشفافية في التسيير.